تنشكروا تحقيق 24 على هذه المشاركة هذه، لأنه جا عندنا التفراوت، التفراوت اللي هي مهمشة من قبل الصحافة اللي تقريبا تديروا مظاهرات ولكن ما تتسمعوش على الصعيد الوطني. وكما كتشوفوا التلاميذ دابا، تلاميذ الثانوية التعليمية الجديدة تفراوت خرجوا باش يديروا مظاهرات لأنهم مقروصين من ذاك القرار اللي اتخذوا الوزير على غفلة، حيت كنا ما كناش معولين على هذا المحلي لأنه شي دراري تقريبا جابوا 5 في الجهاوي وما يمكن ما يمكنش ليهم يعوضوا بسبب ذاك المحل اللي زادوا، حيت إلا كان كيعوضوا كيعوضوا بالمراقبة، ودابا المراقبة تتمثل 15% بينما المحل تيمثل 50%. لذلك تنتمناو من الوزير التعليم يشوف من حال التلاميذ لأنه غادي يكونوا عاوتاني تظاهرات وغادي يزيدوا في المظاهرات تتحقوا المطالب ديالنا إن شاء الله.